عليك مني سلام الله أبدا أبقيت وبقي الليل والنهار يا ليتنا نحظى بشفاعتكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على النسوة البارزات، السلام على النساء المسبيات، السلام على الرؤوس المشعلات. ناك روح الكربلاء وياك، شنو اللي صار؟ شنو اللي حصل؟ الله يتقبل زيارتكم إن شاء الله، يتقبل عزائكم وتعبكم، كفيت ووفيت. لكن زهراء بعد في كربلاء صاحب الزمان، أنا هيك أشوف يعني أقول بكربلاء بعد، لأن عيال الحسين اليوم دخلوا إلى كربلاء، ما ترتاحين قعدنا ونمنا وسبحنا وكنا وكذا، لكن ضعنا الحسين بعد هناك، لأنه كان وياك. والمواساة اليوم صاحب الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، هلا سمعت بكربلاء أخبارا، فأنا البعيد عن الطفوف ورزقه، ليلا يحز بمهجتي ونهارا، زدني بما عنها سمعت وما رأت عيناك مما قد جرى صار. قد قيل يوم الأربعين تجمعوا، وين تجمعت؟ قد قيل يوم الأربعين تجمعوا عند الحسين عياله زوار. وقفوا على القبر المبرج بالدماء، كل إليه قد انحنى أكبر. كل الملوك إيش ما يكون منصبه من يوصل يوم سيد الشهداء ينحني، هذا هو السيد الوحيد في الأرض، في الكرة الأرضية، اللي الخادم مالته يعيش بعز، وهو شنو؟ إحنا كل إحنا ننحني السيد الشهداء مولاه. إكبارا إكبارا وهوت عليه زينب ودموعها، حفرت بخديها لها أعبارا أو أنهارا. أخي معذرة إليك، فإننا كنا بحكم الظالمين أسارا. أخي واليوم بعد الأسى جئنا، والأسى بقلوبنا تشاهد الآثار، فقم فليتآماك الحيارى بيننا
يا شوقا إليك وما هم بحياة تفارقنا وتجمعنا على قبرك يا ابو السجاد. تفارقنا وتجمعنا على قبرك يا ابو السجاد. قوم انهضتنا كان لفيناك على الميعاد. اخويا عزيزاتك يا ابو سكينة قعدت عالقبر تنعاك والتم الشمل يمك يا اخويا بامل نلقاك. اخويا نلقاك كلها تجمعت كترك بس ظلت رقية هناك. اخويا وحدها بخراب واليم مظلم وموحش وبياد وبياد. قالت لي يا من مرت الناقه على جسمك خويا على جسمك تمني تظل يا حسين يمك. ويا ابو علي لو مو وصيتك توصيتنا بالاطفال والعيال انا اطق يمك وامك حسين بس هاي وصيتك شو اسوي انا. اخويا قالت لمن مرت الناقه على جسمك تمني تظل يا حسين يمك. انعاك وبنحرك اشمك لكن اخاف ابكي والمك. اخويا قالت لا سولف يا اخويا من مشي انا من مشي انا من على الناقه على جسمك سلمي. اخويا وداعت الله مو بدينا حد حاد الظعن غصبا علينا. يلا يلا كلكم انتم ان شاء الله خدام الحسين وكان صوتكم عالي بكربلاء. هيا يا حدا حاد الظعن غصوايا هلا بيك. هيا يا علينا تلتفت الى راس سيد الشهداء تقل لي شلون بحيرتي يا حسين راسك من يماشيني. يا حل يبارع يا لك لو بيك التهت عيني. خوي اتباوع راسك وقلتي بشيباتك وبعويناتك يظلن بناتك حسين انتهي بناتك يظل راسك شلون خويا تقل لي شلون بحيرتي يا حسين راسك من يماشيني. يا حلي بار العيالك لو بك التهت عيني. انت مقطعات ايديك وانا مكتف خويا ايديني لا اقدر اباري لك ولا تقدر تباريني. لا اقدر اباري لك ولا تقدر يا ارتباري. خاف يزيد من الفضيحة لأن الأمر صار مو بيد يزيد خرج عن السيطرة. الناس عرفت مظلومية سيد الشهداء وعرفت حق الحسين وعرفت حق زينب ومعن زينب مو كل الناس بس لكن هو خاف بعد أخذ اللي يريده وقتل الحسين. قال لزين العابدين الآن أنت أرجع أنا ود وياك النعمان بن بشير هذا فقط دليل خليك وياي هناك وخلنا حولك الكربلة. وهاي الليلة ما تتعوض لأن بالسنة مرة وإحنا ما ندري السنة الجاية موجودين لو لا.
فهنا أخذ حاجتك وادعي الحسين وقل له نظرة يا سيد الشهداء. يقولون قال له هذا النعمان بن بشير صاح له، قال له هذا أنت تأمره فقط دليل دليل، يعني مأمور وليس آمر، يروح وياك يا زين العابدين وانتش تطلب شو تريد. قال له ويحك لا أحوجنا الله إليك، إحنا آل بيت رسول الله ما نحتاج واحد. قال له أكو غراض سرقتموها في يوم العشرة محرم أخذتوهن من الخيمة كون ترجحن. قال له شنو الغراض؟ أرجع لك أضعافها. قال له ويحك ما حاجتنا بالأضعاف، شو مضمون كلام زين العابدين دول أهل البيت. قال له شغلنا، قال له من ضمن الغراض اللي أخذتوهن درع العلي الأكبر، صندوق من الخيمة، هذا الصندوق بقميص قميص الحسين وقميص الزهراء ومصحف فاطمة. بعد قال له أخذتم مهد عبد الله الرضيع المحترق، لم يكون الغراض كلهم رجعت. بعد قال له رجع لي راية أبو فاضل اللي أخذتوها أنتم وسيف وكذا. يقول جابوهن حتى الباقيين. قال يزيد أنا أنت أضعاف أضعاف بس جيبوا لي الغراض. طهن زين العابدين جابهن زين العابدين عليه السلام شوم الغراض يمه وصاح للنساء صاح ليلى تعالي خذي درع على الأكبر. الله أكبر الله أكبر والله مصيبة. أنت شبقى عندك شبقى عندك من المتوفى الله يرحم أماتك يرحم أماتنا وشهدانا. ظلوا حقك بس الذكريات الصورة الملابس كذا الذكرى كبيرة. فأجت النساء ليلى أخذت شنو؟ أخذت درع على الأكبر. أجت رملة أخذت عمامة الحسن كان لابسها القاسم عليه السلام ولابس القاسم. يقولون اجت الرباب الله اكبر. الرباب هوايه مأذيه زين العابدين وهوايه مأذيه آل محمد. تدري هالروايه يقول من يعني هيك روايه انتشطت علويه بعد مقتل عبد الله الرضيع. يقول يعني ما علويه المشط صار على راسه الى ان قتل حرمله. من انتشطت علويه الا بعد مقتل حرمله. أو أجت الرباب، شخذت الرباب يا أبوي، أخذت وياها المهد المحترق، مهد عبد الله الرضيع. أو هاي كل وحدة تأخذ حاجة شو تسوي؟ تنعى ليشة على بنها، ليشة على بناها. الله أكبر، الله أكبر. وكأني بليلة عندما أتوا إليها بدرع علي الأكبر شاع اسمك يا يمه وشنت بيك الراس اشقد ما سولفت بيك الناس اش محلاتك يا يمه بالدرع والطاس يمه والطاس من تمشي ويا ابوك وعمك يما العباس حساس حساس وقلب الوالدة يما شقدر عساس يما يما ردت نعشي على بتونك تشيل تجيله وتراب اللحد بيدك تهيله وتراب اللحد بيدك اياك تجيله يما الولد يما الولد شمعة أخوته ويا محلى صوت. الله لا يفجعك بابنك الابن عزيز. تدري الحسين سوى بيوم العاشر يقول تمدد بجانب علي الاكبر وقال ابني يا علي يا الدنيا بعدك يا هذا الابن يكسر الله
يكسر القلب. هاي الرواية تقول يقول الحور العين لطمت وجهها على الحسين، السماء بكت دمنا على الحسين عندما رأت هذا المنظر متمثل بطول يما ما حد يعوض ما حد يعوض راح الولد ما حد يعوض يما تنزلني بقبري راح الولد راح الولد راح الولد عفي على صبري صاحت مراد 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 أثار الولد للكبد مراد يما واجمح لا تجمح لا تجمح لا تمن يمشي ويا دولار لعب بي الزمان شلون ما رات الله هذه ليلى اما ربلا هاي ابنها لم يبلغ الحلم شالت الغراض وتنعت قالت يمن يمن يا شان عرسك حضرت يمن يا شان عرسك حضرت حضرت وكاروك لولدك شرت قلت بك الحسن ينترس بيته قلت بك الحسن ينترس الوالدة الفاقدة وين تقعد خصوصا العصريات ماكو هذا الوقت هو يقبض القلب قبيل قبيلة المغرب وين تقعد تقعد بالباب واجتمع تقول يا شبان ما وياك مولي ايش قد شانوا يمشون ويانا يروحون يخدمون الحسين بس الان بجوار امير المؤمنين الخدمة يا شبان يا شبان ما وياكم واليد 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 ضايع من أم بليلة العيد اسمع أمنية كل أم تتمنى تمنيت الولد عرس أشوف أشوف ونه أشوف ونه بصفقة خواته وهلولة الحنة يما الحنة 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 وابن البيت عماته يزفن وبت عمه تنظر الطول الله هاي حال النساء يقولون رجع زين العابدين عليه السلام وصل مفترى الطرق هسه بعد قال له هذا الطريق هاي كلكم سامعين هالرواية هذا الطريق يؤدي الى من يؤدي الى العراق او يؤدي الى كربلاء والطريق الثاني يؤدي الى مدينة رسول الله يقولون سمع زين العابدين قال له انا استشير عمتي زينب قال له النعمان سيدي أنت إمام مفترض الطاعة قال بلى إنها زينب عمتنا زينب الله أكبر يقولون رجع قال لها زين العابدين عمه عندنا طريقين يا الله هذا الطريق المن إلى المدينة قامت وقفت وضعت يديها على رأسها وصافت السلام عليك يا رسول الله والطريق الثاني قالها الطريق الثاني يؤدي إلى كرب وبلاء يؤدي إلى كرب وبلاء قالت عمّا عمّا قل الدليل يميل أريد أشوف شلون دفنتها المجاتي هل بدمعتك أين الصارخون أين الضاجون هاي المحصلة هذا يوم الأربعين عم قل الدليل يميل يميل أريد أشوف شلون دفنتها المجاتيل
أنا عفت أبوك بيوم عاشر تلعب عليه الخيل. آف 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 المن يسير الطعن يا عم يا عم قالت الهوايا اللي أشم من الحسين هوى زينب هاي ما تفارق الحسين 55 سنة الهواية الحسين أرد أشوفن عرف مقصود حسين وليم يا عرف مقصود الحسين يا سجاد ما تحجي ويا حادينا ويا حادينا نريد الكربلة نزور ونشوف هادينا شو تشوفين مولاتي جنة بغنية العدوى ليل نهار ليل نهار والحادي عتبين يا عمه عمه ما تامر دليل النوق ما تامر دليل النوق بينا يعرج على حسين يا حسين واتحد من اخواني انا جيت من السفر خليت لقاني من يتلقى شمعون يتلقاني يتلقاني اقول له ما اقول خدام الحسين الساده اسمع لو عباس لو عباس حي جاب العجل جاني 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 ايا طيحت الرايه ايا قطع جفين 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 أويلي جابر ابن عبد الله الأنصاري لدوم كربلاء هذا جابر يحب الحسين الحسين عمره 4 سنوات 6 سنوات رواية تقول 7 سنوات كان من يطب جابر يشيله على صدر يطبه يقول له حبيبي حسين الحسين هم يجاوبه يقول له حبيبي جابر علاقة عجيبة بين جابر والحسين الله وانت دائما نقول حبيبي الحسين لا تعوفنا ابو علي احنا مذنبين احنا خطائين كل شعبنا وحقك انا احكي عن نفسي انتم معدلين خدام الحسين بس احنا نضيع نضيع انتيه انتيه ونرجع السيد الشهداء ضمن جوا عباده وحقك انا احكي عن نفسي اذا نطلع من عبايه السيد الشهداء ترى ما حد يلفينا لان سفينه الحسين اوسع واسرع تقول الرواية جابر بالرؤية شاف رسول الله مضبرا التراب على عمامته لحيته كلها تراب ملابسه بحالة خاصة جابر بالمدينة قال لي يا رسول الله يا حبيبي يا محمد ما لي أراك بهذه الرؤية هذا المنظر ما يليق بيك قال جابر 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 عظم الله لك الأجر يا جابر كنت في كربلاء لقد قتل الحسين رحم الله من نادى وحسينا المن تدخل الصيحة المن تدخل الصيحة رحم الله من نادى وحسينا رحم الله من نادى وعباسا رحم الله من نادى وزينبا قعد من الصبح جابر صاح عطية العوفي صاح أصحابه قال ابننا فاتتنا نصرة الحسين كون ما تفوتنا زيارة الحسين أو إجا جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر ما كان ضريع يعني يشوف بس لكن مصيبة الحسين يقول جعلت غشاوة على عينيه نزل إلى شاطئ الفرات توضأ أخرج مسك وعنبر نثره على جسمه ومشى حافي القدمين حمسر الرأس إلى الحسين إلى قبر الحسين يقول عطية أنا قمت أقوده أقوده
بجيبه. قلت له جابر هاي وايا قبور وايا قبور، هناك قبر يم المشرحة، هذا قبر هنا هذا قبر هنا، ذاك قبر كبير المن ما نعرف. قال لا عليك يا عطية، المسني القبر. يقول اجا جابر يقول اجيب انا قبرات من التراب، ياخذها يشمها يضعها على عينه، يقول هذا ليس بقبر الحسين. يقول جبت قبر قبر، يقول مجرد ان وصل الى قبر الحسين اشم التراب، قال حبيب حسين. شايف من تدخل السيد الشهداء يجيك عطر ما شامل حياتك. قال له حبيب حسين، يقول بس قال حبيب حسين وقع مخشيا عليه. يقول جبت ماي لبيت عليه، قال حبيب حسين حبيب لا يجيب حبيب، وأنا لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أكبادك. انت كنت مجرد ان تقول لي حسين اقول لك حبيبي، يقول لي حبيبي جابر. وفرق بين راسك وبدنك، بقى جابر يتكلم مع قبر الحسين. عطي العوف معاه قال له اذا بلحظات واذا بزواد خرجت من جهد الشام. قال جابر لغلامي يا أيها الغلام اذهب وانظر ما هذه السواد لعله زين العابدين. الله قال بلك زين العابدين جاي وأنا موجود، وهذا يوم الأربعين تصير الزيارة بعد أجمل وأثور، وانت روحك مو تتعطل، وإذا زين العابدين أنت هم حرا لوجه الله. ذهب الغلام ما كان إلا أن رجع وهو ينطب على رأسه ويقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. قام جابر حافي الرأس حاصر الرأس حافي القدمين إلى أن وصل إلى زين العابدين. قال له زين العابدين هل أنت جابر؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا. وي زين العابدين وي زين العابدين، المن تدخر الصرخة لا وقار في العزاء. زين العابدين طول الأربعين يوم ما حد قايل له قواك الله، ما حد قايل له الله يسعدك. يقولون قام يشرب لسه صفعانه ولسه عمته. الله اكبر، انت شايف من تجي يم اخوك اخوك وعزيزك وانت فاقد وتريد تشكيله حتى يسليك. قال يا جابر هنا والله قتلت رجالنا، ها هنا يا جابر حرقت خيامنا، ها هنا يا جابر تشوف ذاك القبر على المسنات قتل عمي العباس. يا جابر يا عم شحت مالي انسان، فرن يا جابر من الخيم نسوان. جابر هنا حرق يقول قام يسولف له، قال له جابر جابر منا خرجت عمة زينب صعدت على ركبتك، شابك العشرة على رأسها وتصيح حسين. زينب زينب من خلف زين العابدين قالت له عم علي شو جاي تسوي انت؟ راح توقع النساء والاطفال من على النور. حط رجابهن ومن الهزل نزلت
اسمع ابو بشر حط رجاء الله بس افهم الكلمات وانت هناك تعيش حط رجابهن ومن الهزل نزله ومن التعب ما اقول ومن تعب السفر مثل الورد غبله جم هم وهضام من اليسر حمله صاحت بهن ام الخدر رد يمين لمتهن ونادت آن اللي أجدمش اسمع هنا يل الدهر وياي دولبش مشاي ونطب قبورها لين مشت زينب وتبع أثر ممشاها وكل ما هي حنت حنن وياها زينب بجت والكل بدت يبجن على بجاها وصاحت حلت الساعة المواجهة بعد الصاحت صاحت يا الحرم لو صحت خويا حسين انشدن جنت وين وجهت مني خويا هاي الأمانة بس بقالك اكو ديان بالشامات جيتك هاي الفرين هاي الأمانة فوق كل البار بس خويا الرطي جيتك تعذر انا تعبنا يا عار لو بيدي صح ويدور المقدار بس كان الامر ما يصح بدي قالت لاخويا اجيت ابجع لخوتي واسبل دموعي انا ومن حن لخلل بالقبر يوعي خويا يا عي يا عي وقل لهم الصوت السوى بضلوعي ما أريد أسولف بعد أريد بس عزاء بس عزاء خويا على قبر الصبط دفت نفسي نفسي بحنوح المظلوم حزن وين ملع الجودر شلون بحصوتك هناك وش قلت قلت اي والله جزاك الله خير قال انا مفحوح صوتي لان طريت زينب 40 ليله مفحوح صوتي شلون صاحت حسين زينب على القبر بوي احنا الاغراض نعم بالشارع نطلع نصيح ما يضل عندنا صوت زينب على اكتاف الجمال والجمال بدون غطاء بدون غطاء ناقة الفوق تقزل وحبل وصيام ولا لا انا خبر انك ما تدمن تقرطي خويا وقبل لا تموت وصتني بوصيه سلمي على عود وعلى خير قالت امانه 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 صرت يا حسين العيال عليك امانه امانه أمانة أمانة جيتك وجايب وياي ويا خويا أمانة أمانة ثوب الجانة تلبسه وطير اي والله ويلي ويلي عليك يا اخي طلعت 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 يقول صرة صغيرة فتحتها
فاح منها المسك والعنبر. تبروع زين العابدين وإذا به رأس المولى أبا عبد الله. قالت خويا جيتك جيتك وجبت الراس وياي وياي من السبع وكانت بيزل خويا تقعد يا عز وجلعت حماية ونقور عينا جنت غايبة وحز ألبي الله حفر القبر زين العابدين يقول قالها عم ناوليني رأس أبي الحسين الله يساعد قلبك زين العابدين صور المنطف يا أبويا والله مصيبة مصيبة يا أبويا ينحط الرأس بالجسد كم رأس عندك كم رأس رجع رأس الحسين وفتح القبر وقال له أبا حسين على الدنيا بعدك العفو بويا نحلم 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 كلنا بشوفتك يا برق يا نعم بويا صعبنا لنا صعبنا لنا بويا يوم الحمل تعبنا وصعبنا لنا رجع الرأس الشريف بعد يقولون قال لعمته يا عمة ناوليني رأس علي الأكبر حفر الله الله أكبر الله أكبر حفر القبر ورجع رأس علي الأكبر عليه السلام أخي الأخ حزام باوع لخو شافه طبع مودار قال له خويا يا خويا حزام ظهري غرب وشار يا فراق الأخو للروح جتر خويا على ابن أم الحنين الآه تنقمر بعد عينك يا غالي تغير الحال يا اخوي يا اخوي نحن ظهر يا اخوي نحن ظهر والحمل مر بحنان 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 حنين ويا الاخو ماكو بحنان نزان 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 سكن برض الغرب يمكن زمان إذا راح الأخوه ما حد بمجان بويا شما طال الزنب خويا لجلك عزان أظل أصفج بدي على الجفان قال له وتعود كل ساعة واشوفك جنك تعود بويا تعود حسين عزيز ونقعد ردود يا أخو هسه يرد عزيز ونقعد ردود أي هات بعد قال لها مولاتي يا زينب ناوليني رأس الرضيع الله أكبر جاب رأس الرضيع الرباب تتباوع شو المنظر هذا ايش قالت قالت ربابة تقول يا زينب عبد الله ريدنا
وين اللي عنده حاجة ما عنده ذرية قضاء الحوائج شو تسوي بي هذا بس راس قالت ربابة تقول يا زينب عبد الله ريد ان اولي ادودر علي صدري وريد الساعه ارض عنه ارض عنه ارض عنه تقلها بعد ما يرضع قالت بس اشم اجت ساعة رضاعة ودرسة رحيم بل جنبي نفس يا حسين رضا الله هاي حالة عند الأم تقعد قل لي اسمع أنا جنت متعود أشم بنحر مني نام إذا مقطوع نحر شلون أشم يما أظل عليك ومن ونة المفجوع وخزينة بتساعدني على الولد مولات زينب تعي ساعدين على ابني يقولون زينب ما بيها حال شو تقلها تقل عما عما ما أقدر أون والوجه غير عليك شوية الموت تكبر ما رضيت أرمين بويا اشتفقت تفقد أخو ما يجي مثل غفار تفقد عم ما يجي مثل العباس وحقك تفقد ابن ماكو مثل الرضيع طفل الرضيع على الأكبر زينب تقله شو تقله تقله عما ما أقدر أون والوم كثير عليك شوية الموت تكبر ما رضيت يا عم الحفر قبرك والله حاير بيك إش ما يحفر قبر يطلع كبير عليك يا عم الحفر قبر والله حاير بيك إش ما يحفر قبر يطلع كبير قالت أفز باللي المرعوبة وهز للمهد بيني بحالات اليوم يا زينب حزباني بجوليني وزعت النساء عند القبور علي السجاد وين دفنت ولدي علي الأكبر جابها عند رجلين الحسين أنا طولت عليك بس لنا ليالي عزاء يا الله جابها عند رجلين الحسين رملة جابها عند الشهداء رباب وقعد الكل هني ونن وكل هني يبجن وأنا نعيت لك على الابن ونعيت لك على الأخ بس هناك كطفلة مخلية راسها بين حجرها تبكي وقامت للقبور أم عانى أولادي وهي تحب البنيات تحب الأطفال تتفقدهن لأن وصية الحسين راحت لها قالت لها عمّة ليش ما تقومين ويا الضعام قومي ابجي شوفي ليش قبر وقعد قالت هذا الهضم وزاد واني بس قبر ابويا بعيد عني عرفتها من هذا هاي حميدة بنت مسلم قالت هذا الهضم وزاد واني بس قبر ابويا بعيد عني مسلم يا ابويا عليك واني قالت لعمة تولي الايام تولي الايام المعتوب يا عم تولي الايام دور زينب عليه السلام يقول زين العابدين شفتها قامت نكثت حوائجها يقول يتباوع لها زين العابدين صاحت بصوت للنساء للعلويات يلا الكل موكب واحد وين قالت يا الحرم قوم نمشن اللي بتكفلنا من هم أبيات الدعاء يلا وين 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 لهن عباس
عدايا الضعم جزين العبدي قالها وين تردين قالت ودني ودني لا خير دشوف ورجب على زبود قال انا بعباس ما مقطوع ظني خوي ظني ارد استجيل جم صوب طقني على مدني قالت وان زيدك وان زيدك وعد جفك يا غالي وان زيدك Oh, Regina.